ممكن زيادة بسيطة خلال تحضير الوصفات يعمل فرق كبير بالطعمة. خصصنا الحلقة اليوم تنتعرف سوا على أطيب الوصفات والصلصات السخنة من المطابخ العالمية. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ نشكر الله. شو محضرنا اليوم يا شيف؟ اليوم كنت وعدتك من زمان هنعمل حلقة عن الصلصات. اوكي. الصلصات اللي هن مفيد بوعدك يا شيف. ايه اللي الصلصات المعروفين على طول بنسأل عنهم، شو يعني بشاميل، شو يعني صوص بلانش، شو يعني بيبر ستيك، بيبر صوص، شو يعني مشروم صوص، شو يعني هول الأشياء اللي على طول الأشخاص بياكلوهم بالمطاعم أو بيطلبوهم بالمطاعم بس ما بيعرفوا هن فعلا كيف معمولين. مظبوط. هنعمل جو. جو يعني هي كلمة عصير. جوس. ايه جوس بس ما بتنقال بالانجليزي جوس، بنسميها نحن براون ستوك بالانجليزي. أوكي. اما المرأة السمراء. اليوم عم بعملها بشقف جوانح الدجاج. جوانح الدجاج فيها عظم. اوكي. هلا اكيد فيك تعملها فرغوش كامل بس بلا اللحم. بيتسحب اللحم عنه بيبقى العظم تبعه. عني بنسحب اللحمة. ايه بينعمل كله بيبقى العظم تبعه، العظم تبعه بيتحمر بالفرن ليطلع منه كل الشوايب، وبعدين بيتحمر ليصير لونه بني غامق قد ما فينا بلا ما نحرق. وساعتها بصير في عنا الصلصة طبعاً لتتجهز. لنعمل هالصلصة مثل هيدا الطريقة. أنت اليوم جوانح دجاج، حمرت الجوانح الدجاج لأنه إجمالاً جوانح الدجاج ما فيها لحمة. لا قليل فيها لحمة شوي كمان بستفيد منها الأول طعم الصوص تبعي بوقت أسرع. بس العظم هو اللي حددنا الطعم كله. هيدا هلا عم نعمل نحن براون ستوك اللي حنعمل منه بعدين بعد شوي مشروم صوص وبيبر صوص اللي هن على طول نحن بنشوفهم مطاعم. اول شغله بنتحذر كيف نعملهم يا شيخ، لغي بنقول بدنا بيبر صوص لانه وزياده فهيدي هي. حنشوف هلا كيف نعمل. اول شيء حناخذ بصل كرافس كرات جزر، يعني مثلا هيدي هيدا الصوص انا فيني اعمله وحطه بالفريزر مثلا 100% بصير اطبخ فيه اي طبخه جاهز، مش اي طبخه، هيدي للصوصات فيك تستعمليه. ما فيني اعمله مثلا للرز على الدجاج او لا، نحن بنحط له بندوره وغير بندوره. الرز على الدجاج بنعمل له مرق ابيض بس، يعني اللي هو هلا خلال الحلقه بتخبرنا يعني هو عادي بس مسلوق. هيدي الفكره بالبراون ستوك، اما الصوص السمراء اللي بنعمله اما المرق الاسمر اللي بنعمله للبيبر ستيك او المشروم ستيك او اي شيء من هدول التفرعات بنستعمل لهم ستوك اسمر، بيكون خضره محمره والدجاج محمر فبيطلع لونها اسود. مظبوط.